والله ما عاد تسوى فيني الهوى ما اشتم انا انت لو ما بي احيك والله لو ما يغوى وجهك ما شفيت نور الشميت وجهك مضويها انت لو ما بيها والله ما ساويها حفنتي تراب وجهك مضويها انت لو ما بيها والله ما ساويها حفنتي تراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا مشاهدي متابعي قناة الإمام الحسين الفضائية، أسعد الله صباحكم بكل خير، وهذه حلقة جديدة من برنامج كن مع الحسين. مثل ما عودناكم بداية كل حلقة نذهب لزيارة الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس نيابة عن كل مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية. خليكم ويانا نذهب للزيارة ونرجع نكمل الحلقة. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مشاهدي ومتابعي قناة الإمام الحسين ومشاهدي برنامج كن مع الحسين، ويا رب كلكم مع الحسين في الدنيا والآخرة. مثل ما شاهدتوا بالحلقات السابقة برنامج كن مع الحسين وخصوصية هذا البرنامج وعمل هذا البرنامج والهدف من هذا البرنامج، أكيد الأخوة اللي متابعين يعرفون شنو البرنامج. للأخوة اللي انضمونا يعني بالجديد، هذا البرنامج اللي خدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام اللي جالسين ببيوتهم في ظل وجود الحظر، حظر التجوال، ما يقدرون يزورون. احنا من خلال هذا البرنامج النصف ساعة ان شاء الله نتمكن ونتوفق لزيارة الناس وللسلام على الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس، وأيضا كتابة أسوائهم على راية الإمام الحسين عليه السلام. البارحة بعد البرنامج الحلقة مع السيد عماد جتني رسالة من أحد الأخوات اللي متابع البرنامج، برنامج كن مع الحسين، وصراحة فرحت أنا بهذه الرسالة اللي من خلالها قالت بأنه إحنا طلبنا ذرية من الإمام الحسين عليه السلام، وقلنا يعني ما أعرف الحلقة اللي هي كانت له السيد عماد، بس طلبنا أنه نكتب هذا الاسم للذرية أحد الأخوات على راية الإمام الحسين، والله رزقهم بالذرية الصالحة وإن شاء الله يتربى بعزهم، وإحنا فرحانين جدا. وأكيد أهل البيت عليهم السلام ما راح يقصرون، وكل الناس اللي عندهم حاجة واللي يطلبون حوائجهم من راية الإمام الحسين عليه السلام ومن أهل البيت ومن الدعاء ومن الزيارة، وهو هذا هدف البرنامج إن شاء الله. أكيد إحنا أهل البيت عليهم السلام وخدمة أهل البيت من خلالها ما راح يقصرون ويانا، وراح يعني خاصة اللي ناس اللي تطلب ذرية اللي تطلب الشفاء ما راح يقصرون ويانا. فأيضا أنتم لا تقصرون بزيارة الإمام الحسين عليه السلام ولا من كتابة أسماءكم على هذه الراية الشريفة، والأهم من هذا هو الدعم لقناة الإمام الحسين عليه السلام. مثل ما عودناكم، وأيضا أرقامنا إن شاء الله راح تكون أسفل الشاشة، ومن خلالها تقدرون تتصلون وتتواصلون ويانا على برنامج كن مع الحسين. وناخذ أول اتصال من ويانا نضال حسين، ونقول السلام عليكم يا نضال. عليكم السلام، رمضان كريم علينا وعليكم. علينا وعليكم يا رب، أحسنتي يا نضال. يلا صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي، وتفضلي للزيارة. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، الشافين من هذا المرض والشافي جميع مرض مريض بحق شهر رمضان المبارك. نعم يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي شعر بغيرهم. نعم تفضلي. أهلا بك يا زاير حسين، كل حلم الخدام من خصبك العين، هم وحزن يا حسين كنا اعتنينا، انادي بس الصوت حيدر ونينا،
حيدر. احسنتي يا اخت نضال، والله يبارك بيك ويتقبل زيارتك واعمالك. نضال اختي، انا اريدك تكتب اسمك باسم الحسين لانني مريضه. اي كتبت اسمكم على رايه الامام الحسين ومثل ما تشاهدين. واريدك تكتب اسم اختي بالذريه. شنو اسمها؟ ايلاف حسين. ايلاف. ايلاف حسين للذرية؟ للذرية. نعم، سجلت اسمكم على راية الإمام الحسين وأيضا اسم أخت حضرتك إيلاف للذرية، وإن شاء الله الله يرزقكم الذرية الصالحة. شكرا لك ولاتصالك يا أختي العزيزة. ناخذ اتصال آخر. من ويانا؟ يلا خلينا نروح للناصرية ويا الأخت أم حسين. السلام عليكم يا أم حسين. أم حسين السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. صباحكم الله بالخير. الله بالخير أم، الله يخليك أستاذ مصطفى. الله يسلمك ويحفظك. بالبداية احنا نبارك لكم الذرية الصالحة إن شاء الله. الحسين والله والله هو طلبنا من عنده وطانا والحمد الله يسلمك. انا قبل قليل انه وضحت احنا ما ناسيكم. الله يسلمك اخت ام حسين. لا بس الظروف شويه وقفتنا عنكم. نعم. الظروف شويه اخت ام حسين، انا قبل قليل وضحت وانه قلت احنا فرحانين ككادر قناه الامام الحسين بهذا العمل. نعم. اللي نقومه. نعم. لخدمه. نعم. الامام الحسين. نعم. عليه السلام، وايضا الناس. نعم. اللي. نعم. تطلب حوائجها على رايه الامام الحسين، فنبارك لكم. نعم. هذه يعني انا ما اعرف بالضبط صار عندكم مولود جديد لو انتم هسه يعني صار يعني صار عندنا مولود جديد هاي الايام هسه. ها ها ها. يعني احنا طلبناه من راية الحسين. نعم. الحمد لله الصحه والسلامه والعافيه ان شاء الله. صار عندنا حفيد، يعني حفيد سميناه علي. الله يجعله ان شاء الله من خدام الامام الحسين عليه السلام. نعم مصطفى الله يخليك. نعم. نعم. بس عندي شويه هاي للسيده زينب، يعني الليله طبره ما في راس ابوها. نعم تفضلي. الليله وتريد ارد شويه هاي للسيده زينب. يلا تفضلي. السلام عليك يا ابو عبد الله، قل لابويا لا تودعني، قلبي ما يحمل وداع ولا قهر، ضاع صبري وين ينبع الصبر؟ امس ضلع امي تهشم، وهسه راسك يا بعد راس انطبر، والمصيبه تجر مصيبه، لا تخليني غريبه، اه يا زينب، اه يا زينب، اه يا مولاتي. اشكركم وبارك الله بكم، الله يحفظكم. الله يسلمك ويحفظك يا ام حسين. وايضا اسم حضرتك سجلت على رايه الامام الحسين ورايه المولود، واسم المولود الجديد علي كتبت اسمه على رايه الامام الحسين عليه السلام، والله يجعله ان شاء الله من خدام الامام الحسين عليه السلام. شكرا لك والاتصال. ناخذ اتصال اخر. يلا خلينا نروح للبصره وي فاطمه علاء ونقول السلام عليكم يا فاطمه. وعليكم السلام. صباحكم الله بالخير. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. شلونك يا فاطمه؟ الحمد لله تمام. يلا تفضلي لي زياره الامام الحسين عليه السلام. نعم. السلام على الحسين وعلى اولاد الحسين. السلام عليك يا ابي الفضل العباس. السلام عليك. السلام على اختك مولاتي زينب عليه السلام. نعم يا فاطمة. سيدنا عندي حاجة إن شاء الله، أتمنى تكتبها على الراية. نعم. أنا يعني اسمك كتبت على الراية. حاجة إن شاء الله. إن شاء الله اسم الوالدة. اسم والدتك أم فاطمة أكتب؟ لو تحبين أكتب اسمها. نعم أم فاطمة. أم فاطمة. أم فاطمة كتبت اسمها على راية الإمام الحسين، والله يتقبل زيارتكم إن شاء الله ومقضية حوائجكم. شكرا لك ولاتصالك. من ويانا؟ يلا خلينا نروح الواسط. ناخذ أول اتصال اللي دائما ياخذون الصدارة واسط. أم شريفة على ما أعتقد، السلام عليكم. عليكم السلام. صباحكم الله بالخير. عليكم السلام والرحمة. أهلا وسهلا بيك يا أم شريفة وتفضلي للزيارة.
السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام على أصحاب الحسين، السلام على الذين بذلوا مهجهم دون الإمام الحسين عليه السلام، السلام على أبو الفضل العباس السلام، السلام على أمير المؤمنين، السلام على فاطمة الزهراء وأولادها. أخوي أسأل الله وأسألكم تكتبون اسمي اللي طلب ذرية عند بنيات. نعم أنا هذا كتبت اسم حضرتك أم شريفة وهاي ما شاء الله للذرية. إن شاء الله للذرية، الله يرزقك الذرية الصالحة يا رب. يا أم شريفة والله يتقبل أعمالكم، وشكرا لك ولاتصالك. أكيد أرقامنا موجودة، حبتنا مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، أرقامنا موجودة أسفل الشاشة، ومن خلالها تقدرون تتواصلون ويانا وتسلمون على الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس، وكتابة أسماءكم على الراية الشريفة اللي وضحنا قبل قليل. وقلنا كثير من الناس احنا اتصلوا بينا مو بس بالبث المباشر، يعني حتى على تليفوناتنا الخاصة وتليفونات القناة اتصلوا، وشكرا وقناة الإمام الحسين لما أنجزت هذه الراية العظيمة، راية الإمام الحسين عليه السلام من الذرية، من شفاء، من فكر. أكيد هذا الراية إحنا بالنسبة لنا راية مقدسة، لأن خط عليها اسم الإمام الحسين عليه السلام، وخاصة الإمام الحسين ما يقصر ويا لا ويا زواره ولا ويا خدامه ولا من كل واحد يطلب من عنده، فهم باب الله الذي منه يؤتى، وإحنا أي شيء نطلبه من أهل البيت عليهم السلام. فأكيد من خلال اتصالاتكم ومن خلال مساهمتكم ودعمكم إحنا راح نستمر بداية بالبرنامج، وبنفس الوقت نستقبل اتصالاتكم لخدمة الناس البقية اللي عندها حوائج، اللي عندها مرضى، واللي احنا من خلالكم ان شاء الله راح نكتب اسمائهم على راية الامام الحسين عليه السلام. ارقامنا، نعم من ويانا؟ علي كرار من كربلاء، السلام عليكم يا علي. عليكم السلام غاد، صباحكم الله بالخير، شلونك يا علي؟ الله بخير عافية، الله يسلمك وحفظك. يلا تحب تزور الإمام الحسين عليه السلام؟ يلا يلا تفضل للزيارة. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين. ألو ألو وياك يا علي. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار. السلام على العباس عليه السلام. نعم يا علي. الو وياك يا علي، لو تنص صوت التلفزيون يكون الصوت واضح. علي يا علي، صوت التلفزيون عالي، وسجلنا اسمك على راية الامام الحسين عليه السلام، والله يتقبل اعمالك. ونروح لمحافظة البرتقال، محافظة ديالة، وناخذ اتصال من الأخت زمن، نقول السلام عليكم. زمن السلام عليكم. عليكم السلام، صباحكم الله بالخير أخت العزيزة. شكرا على غاني، الله يسلمك وحفظك، وتفضلوا لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، راح يكون قدامك ضريح الإمام الحسين أو قبة الإمام الحسين. السلام عليك يا إمام الحسين، السلام عليك يا أبو الفضل العباس، أقسم عليك إمام الحسين بجاه خد ربك، أقسم عليك بزينب، أقسم عليك بأم قمر العشرة، أقسم عليك بأم البني، أقسم عليك بفاطمة الزهراء، أريد من عندك استقضى حاجتي. نعم شكرا. اسمع الرأي. نعم هذا اسمي ايش لقضاء زمن محمد. الله يقضي جميع حوائجكم يا أخت زمن، واسمي سجلته على راية الإمام الحسين عليه السلام، شكرا لك والاتصال. نأخذ اتصال آخر. يلا نروح لمدينة أمير المؤمنين عليه السلام وذكرى مصاب الإمام علي عليه السلام، احنا مقبلين على مصاب الإمام علي عليه السلام. نأخذ اتصال من منو؟ نور، نور الهدى، السلام عليكم يا نور الهدى. السلام عليكم، صباحكم الله بالخير أختي. صباح النور قلبك، الله يسلمك وحفظك، تفضلوا لزيارة الإمام الحسين عليه السلام.
السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيه العباس أبو فضل العباس. ألو. نعم وياك يا أخت نور. لا أخوي أريد أسجل أسماء على الغاية. نعم. اعطيني الأسماء وأنا إن شاء الله راح أكتبها. حوراء. نعم حوراء. ونور الهدى. نور الهدى كتبتها نعم. ودعاء. دعاء. وصابرين. نعم. وأم الأم والأبو. نعم. والوالد والوالدة. ها. والوالد. طلب حاجة. الله يتقبل زيارتكم إن شاء الله وأسماءكم كل الأسماء اللي رديت إليها كتبتها على راية الإمام الحسين عليه السلام. شكرا لك والاتصالك أكيد أرقامنا موجودة كثفوا من اتصالاتكم هاي فرصة لتفوتكم لزيارة الإمام الحسين عليه السلام. نأخذ اتصال من ذي قار من ويانا أم فرقد من ذي قار. السلام عليكم يا أم فرقد. وعليكم السلام. صباحكم الله بالخير. قلب الله يوفقكم إن شاء الله. الله يسلمك ويحفظك وأكيد متشوقين لزيارة الإمام الحسين فأترككم مع قبة الإمام الحسين للزيارة. والله خالص. سلام الله على الحسين. السلام على الحسين وعلي بن الحسين وأصحاب الحسين ذرية الحسين وأخو الحسين أبو الفضل عباس أخت الحسين زينب المهضوم. سألتكم الدعاء خالص أجل اسمي ابن مريض وما عندي تأثرية. نعم. واثر. أنا اسم حضرت سجلت على الراية اسم ابن حضرت شنو فرق شنو اسمه؟ نعم. والله أنا مريضة والله. أنا اسم سجلت على الراية اسم. نعم ابن حضرت شنو اسمه؟ إيخاء. والله والدي. حجي واثق. واثق نكتب واثق. اي تاثري وبري مصطفى وصادق مصطفى تبع من الحسين ابو عبد الله. نعم صادق وواثق ومصطفى وفرقد. عندك اسم اخر اكتبه؟ نعم مريم اخاله بعد قلبي بناتي ودي والله والدي مريم. هاي كل الاسماء اللي رديت اليها كتبتها على راية الإمام الحسين. الله يتقبل زيارتك وكل ولدك إن شاء الله ما عندهم غير الصحة والعافية. ونذهب إلى العاصمة بغداد. اتصال من علي حسين نقول السلام عليكم. السلام عليكم. رمضان كريم إن شاء الله عليكم. بارك الله فيك. رمضان كريم وعظيم علينا وعليكم يا رب. رحم الله والديك. رحم الله والديك. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك وعلى الأرواح التي على ثناك. عليك مني سلام الله ابدا ما بغيت وما بغي ليل ونهار. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احسنت يا علي. الله واجيك. الله يتقبل زيارتك ان شاء الله واسمك سجلت على الرايه بدون ما تقول لي. شكرا لك لاتصالك يا اخي العزيز. ناخذ اتصال اخر. حبتنا ارقامنا موجوده اسفل الشاشه تقدرون تتصلون تقدرون تتواصلون ويا قناه الامام الحسين عليه السلام لزياره الائمه عليهم السلام وكتابه اسمكم على الرايه. هذه الأرقام مو بس تقدرون يعني تتصلون بالرصيد أيضا تقدرون تتصلون عبر التطبيقات الخاصة بالرقم يعني بطريقة مجانية عبر الواتساب أو الفايبر أو التليجرام. وأيضا مو بس من داخل العراق محافظاتنا العراقية من كل دول العالم وشاهدتم بالحلقات السابقة من كل دول العالم تقدرون تتصلون وتشاركون زيارة الإمام الحسين عليه السلام. وأيضا حتى الأخوة اللي متصلين وزاروا يقدرون يعطون أرقامنا ويقدرون يعطون ترددات قناة الإمام الحسين عليه السلام عبر يعني عبر فضائية الإمام الحسين من خلال التردد. يقدرون يزورون الإمام الحسين عليه السلام من خلال الاتصال بينا كل أصدقائكم كل أحبتكم تقدرون تعطوهم الأرقام ويزورون الإمام الحسين عليه السلام وأيضا أجر وثواب لكم. وناخذ اتصال من أمير. من وين أمير؟ ها ناخذ اول اتصال دولي من هذه الحلقه من استراليا. امير ويانا نقول السلام عليكم. حبيت ازور مولاي ابي عبد الله الحسين. السلام عليكم يا امير بدايه.
عليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا أمير؟ كريم خوي عليكم إن شاء الله. علينا وعليك يا رب. شلون البال إن شاء الله. نعم. وانتهى الوباء على الأمة الإسلامية. آمين جمعا. رب العالمين. أمير تسمعني؟ أحب أزور سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين نيابة. نعم. تفضل تفضل. ومن أوصاني بالدعاء. نعم إلك الجو يا أمير. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك أناقت وأناقت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا قطيع الكفين أبو الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاتي يا الحوراء زينب يا أم المصائل والرزايا ورحمة الله وبركاته. نعم. سجل اسمي أمير وزوجتي زهراء. نعم. ووالدتي وأخي علي مريض شوية وضعه. زهراء. وللعائلة والأرحام. زهراء وعلي وأم أمير مو صحيح؟ أم أمير والعائلة. أخ أمير تسمعني؟ ونسألكم الدعاء. احنا بخدمتك إن شاء الله وسجلنا الأسماء ماتك والله يتقبل زيارتك ودعائك. الله يبارك. أنا بس أسأل من عندك. إن شاء الله. نعم تسمعني؟ الخير. الله يسلمك. إذا كنت تسمعني يا أخ أمير. الله يحبكم إن شاء الله. أخ أمير تسمعني؟ أمير. انقطع الاتصال. إذا كنت تشاهدنا من خلال شاشة قناة الإمام الحسين عليه السلام مثل ما اتصلت تقدر أيضا كل أصدقائك كل أخوتك كل أقاربك يقدرون يتصلون بنا لزيارة الإمام الحسين عليه السلام. نعطيهم الأرقام خليه يتصلون وأيضا ثواب إن شاء الله إليك. نأخذ اتصال من أم أثير ونروح لمحافظة ميسان ونقول السلام عليكم. أم أثير السلام عليكم. ويانا أم أثير؟ انقطع الاتصال. خلينا نكتب اسمها على راية الإمام الحسين عليه السلام. أم أثير إذا توفقت إن شاء الله للزيارة توفقت، إذا ما توفقت فكتبنا اسمها على راية الإمام الحسين. نعم من ويانا؟ نعم أكيد الأخ اللي اتصل قبل قليل أمير عبد الحسين من أستراليا، يعني مثل ما شاهدتوا من أستراليا دا يتصل قناة الإمام الحسين ويزور. من كل دول العالم تقدرون تتصلون للزيارة، تفوتون هذه الفرصة العظيمة عليكم خصوصا احنا في أيام عظيمة اللي هي أيام شهر رمضان العظيم، وإن شاء الله بالزيارة والدعاء مستحب ومجاب إن شاء الله تحت قبة الإمام الحسين. احنا ما نقدر نوصل الإمام الحسين عليه السلام وأيضا أنتم تقدرون توصلوا الإمام الحسين، لكن هذه الوسيلة اللي بيناتكم وبيننا وبينكم عبر الفضائية، فضائية الإمام الحسين عليه السلام، نقدر إن شاء الله من خلالها نزور الإمام الحسين عليه السلام. فأني أشوف هذه فرصة لكل مشاهدي قناة الإمام الحسين، لكل من يتابعنا حاليا لا تفوت هذه الفرصة عليك. أرقام أيضا عبر الواتساب والتليجرام أرقام مجانية تقدر تتصل وتشارك الحلقة وتشارك زيارة الإمام الحسين عليه السلام. نأخذ اتصال من ويانا. أم عباس من ذي قار نقول السلام عليكم يا أم عباس. وعليكم السلام. شلونك يا أم عباس؟ أم عباس قبل لا نبدي بس نصين صوت التلفزيون. أم عباس تسمعينا؟ يا سلام. بس نصينا صوت التلفزيون عمود يكون صوت واضح وإن شاء الله. يلا نصيتي تفضلي لزيارة الإمام الحسين عليه السلام. السلام على الحسين. السلام على الحسين وعلي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وأصحاب الحسين وعلى أبو الفضل العباس عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم يا أم عباس. السلام على الحسين.
وعلي بن الحسين أصحاب الحسين وأولاد الحسين وعلى أبو الفضل العباس. وعلى سيدتي ومولاتي زينب الكبرى. نعم، الله يتقبل زيارتك يا أخت أم عباس. اسمي سجلت على راية الإمام الحسين عليه السلام. شكرا لك ولاتصالك. عندنا اتصال نديمة جاسم من بغداد. السلام عليكم يا نديمة من البصرة، ماكو مشكلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أخت نديمة. رمضان كريم عليكم إن شاء الله. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. وتفضلي لزيارة الإمام الحسين عليه السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيه أبو الفضل العباس ورحمة الله وبركاته، ونسألكم الدعاء بالشفاء والعافية. نعم، إن شاء الله الصحة والعافية والسلامة لك ولكل عائلتكم. رحم الله والديكم، ربي يوفقكم. الله يسلمك ويحفظك. اسمكم سجلت على راية الإمام الحسين. شكرا لك ولاتصالك. عزيزي المخرج عندنا اتصال. نعم، شرفت الحلقة على الانتهاء. أنا قبلها بس أوضح على قضية البناية، لأن هي قضية مهمة. بناية قناة الإمام الحسين الفضائية اللي موجودة بشارع الإمام، باب قبلة الإمام الحسين عليه السلام، من خلالها تقدرون تساهمون ولو بشيء بسيط لخدمة مذهب أهل البيت عليه السلام، لخدمة الإعلام الحسيني من خلال شاشة قناة الإمام الحسين، من خلال مجموعة قنوات الإمام الحسين الفضائية اللي ديوصل بثها لكل دول العالم، مثل ما شاهدتوا أنتوا بالحلقات برنامج كون مع الحسين من كل دول العالم ديتصلون ويزورون الإمام الحسين، بقية البرامج خصوصا الناس اللي تتابع هذه القناة وتشوف محتوى هذه القناة وتشوف ثقافة أهل البيت اللي يعني من خلال القناة ديتوصل لكل أنحاء العالم. ايضا هذه فرصه لكم ان شاء الله تكون لكم ذخيره بالاخره من خلال مساهمتكم بدعم بنايه قناه الامام الحسين، وكل الاخوه اللي يقدرون يعني يساهمون او اللي حابين يساهمون بدعم هذه البنايه يقدرون يتصلون على ارقامنا اللي موجوده اسفل الشاشه. نعم نعم، ناخذ اخر اتصال من بابل ويا الاخت عذراء، نقول السلام عليكم. ايضا هذه فرصه عذراء، نصي لنا صوت التلفزيون يا اخت عذراء. الو عذراء، نصي لنا صوت التلفزيون، وقت ما عندنا لينقطع الاتصال. عذراء وياك. اي دا نصي صوت التلفزيون. يلا نصي، تفضلي لزياره الامام الحسين عليه السلام. الو اخت عذراء، نعتذر من عندك، احنا الاتصال راح ينقطع، اسمك راح اكتبه على الرايه وقت ما عندنا. عذراء إن شاء الله يتقبل زيارتكم ودعائكم، وكل الأخوة اللي اتصلوا بينا وانقطع الاتصال نعتذر من عندهم بسبب أنه التلفزيون عالي. إن شاء الله باشر ويا حلقة جديدة من برنامج كون مع الحسين ويا الزميل العزيز عماد الحكيم نفس التوقيت. لا تفوتون الفرصة، على نفسكم اتصلوا للزيارة. في أمان الله. والله ما تسوى فيس الهوى ما اشتم انا، انت لو ما بي احيس، والله لو ما يضوى وجهك ما شفت نور الشميس، وجهك مضويها انت لو ما بيها، والله ما زاويها حفنتي تراب، وجهك مضويها انت لو ما بيها، والله